مشاهدينا. الغارات مستمرة، العدوان الروسي مستمر على سوريا. طال اليوم المساجد والأحياء السكنية فضلا عن مواقع للجيش الحر، وكل ذلك بتأييد من الأسد وبطلب منه، وتبدو بصماته واضحة في تحديد الأهداف. فطيرانه يعرف جيدا كيف يستهدف المدنيين، ونقل الخبرة للطيارين الروس، كل ذلك بغطاء أمريكي أيضا لكن بتنسيق. فالطرفان يجتمعان اليوم لتنسيق التحركات في السماء المشرعة حتى لا يحدث صدام أو حوادث. أما التدخل نفسه فلا اعتراض عليه، وكل الكلام عن أن الغارات لم تطل تنظيم الدولة الذي لا يخفي مواقعه يبقى مجرد كلام. أما الفعل فمستمر، لأن الغارات لم تؤثر على الطلعات الأمريكية، هذا بمنطق البنتاغون. إلى أي مدى سيصل التنسيق بعد تجاوز مسألة التدخل؟ وهل يمكن أن يصل للعمل على الأرض؟ وهذا ما بدأت تبشر به مصادر تابعة لنظام الأسد، تبشر به منتشية بأن الاستباحة ليست حكرا على السماء، فقد تصل الأرض أيضا. في ملفنا الثاني، بعد أن قلبت معارضة البلاط المرضي عنها التدخل ورحبت به، جاء من بعيد قائد الوحدات الكردية ليحدد للطيران الروسي أهدافه، فطالب أن تضرب النصرة وتنظيم الدولة، رغم أن لا تماس له مع النصرة. لكن ما المانع؟ فهو المحسوب على معارضة فيها من أيد بقاء الأسد، وفيها من وصف الفصائل بأخطر الإرهابيين، والكل طالب موسكو بأن تقصف أعداء الأسد. نناقش كل هذا بعد قليل، ابقوا معنا. كثف الطيران الروسي غاراته الجوية في سوريا مستهدفا المزيد من المناطق المدنية، على عكس ادعاءاته باستهداف مواقع لتنظيم الدولة. وقد أظهرت صور الميدانية أثر الدمار التي خلفها القصف الروسي على مدينة جسر الشغور، وسقوط العديد من المدنيين والجرحى. كما تعرض مسجد عمر بن الخطاب لأضرار كبيرة نتيجة القصف الجوي الروسي، ويأتي ذلك بشكل يتزامن مع بدء المباحثات العسكرية بين موسكو وواشنطن بهدف التنسيق من أجل تجنب التصادم بين الطرفين خلال ضرباتهما الجوية في سوريا. نتابع التفاصيل. لليوم الثاني على التوالي تستمر الطائرات الروسية بقصف المناطق المدنية وفصائل الجيش الحر في سوريا، ما يدحض ادعاءات المسؤولين الروس بأن عملياتهم تستهدف مواقع لتنظيم الدولة. وتأتي هذه المستجدات في ظل عجز أمريكي وغربي واضح عن تحويل أقوالهم إلى أفعال فيما يتعلق برفض استهداف المدنيين أو فصائل الجيش الحر. وتأتي هذه الغارات الروسية متزامنة مع إعلان بدء المحادثات العسكرية بين موسكو وواشنطن، التي قيل إنها تهدف إلى التنسيق بين الطرفين تجنبا لأي تصادم في عملياتهما الجوية في سوريا، في حين لم تتضح بعد كيفية التعاون والتنسيق بين الجانبين، وما إذا كان ذلك سيفضي إلى تنسيق بين قوات التحالف بقيادة واشنطن ونظام الأسد حليف روسيا، الأمر الذي سيعتبر متناقضا مع التصريحات الأمريكية والتحفظات الغربية بعدم اعتبار نظام الأسد شريكا في محاربة تنظيم الدولة، فضلا عن مواقف الدول العربية المشاركة في عمليات التحالف، والتي ترجمها المندوب السعودي الدائم في الأمم المتحدة بقوله إن نظام الأسد لا يمكن أن يكون طرفا في حرب ضد الإرهاب لأنه يمثل الإرهاب بعينه. وفي موقف مغاير لسياسات أوباما، انتقد السيناتور الجمهوري جون ماكين الضربات الروسية في سوريا، مؤكدا في حديث لشبكة CNN أن الطائرات الروسية استهدفت مجموعات من الجيش السوري الحر دربتهم المخابرات الأمريكية. ودعا ماكين القيادة الأمريكية إلى اعتماد موقف أقوى في مواجهة بشار الأسد،
ولعل تصريحات ماكين تعكس شدة الخلاف داخل دوائر القرار الأمريكية حول سياسة أوباما الناعمة في مواجهة النفوذ الروسي، والتي تصل في نظر معارضين سوريين إلى درجة الرضوخ والتواطؤ. واليوم مع الغارات الروسية ضد مناطق خالية تماما من تنظيم الدولة واستهدافهم مواقع استراتيجية خاضعة لسيطرة الثوار في ريف إدلب، هناك من يرى في ذلك مؤشرا على نوايا موسكو الحقيقية من تصعيد التدخل العسكري في سوريا. قراءة في الموضوع مع رائد جبر كاتب صحفي ينضم إلينا مباشرة من موسكو، ووائل الخالدي مستشار الحراك الثوري مباشرة من باريس، ومراسلنا هاشم العبد الله ينضم إلينا من جسر الشغور. أرحب بكم جميعا ضيوفي الكرام، وطبعا أبدأ معك هاشم العبد الله، حتى هذه الساعة ما هي صورة الوضع؟ ضعنا في آخر المستجدات، هل تم قصف مواقع جديدة خلال الساعات القليلة الماضية؟ نعم هاجر، ما زال الطيران الروسي يحلق بأجواء ريف إدلب وريف حماة. الآن منذ قليل استهدف الطيران الحربي قرية إبلين في جبل الروسي الحربي قرية إبلين في جبل الزاوية. ما زال يسمع أصوات هذا الطيران في الأجواء بعد أن استهدف عدة مواقع اليوم في محافظة إدلب، أبرزها مدينة جسر الشغور الذي نتيجة الاستهداف كان هناك عدد من الشهداء والجرحى، واستهداف لمسجد عمر بن الخطاب حيث كان الدمار كبير هناك جدا. تواجدنا في المكان ورصدنا الدمار الكبير في الاحياء السكنيه في مدينه جسر الشغور، علما ان الحي الذي تم قصفه هو حي يقطنه مدنيون، والذين سقطوا كجرحى وشهداء من المدنيين لا يوجد اي مقرات هناك لاي تنظيم من او اي فصيل من فصائل الثوار، أي أن الطيران الروسي يقوم بقصف الأهداف المدنية في ريف إدلب حتى الآن في منطقة جسر الشغور. أما بقية المناطق تم استهداف خان شيخون وخربة حاس وكرمبل وبقية المناطق. نعم. هاشم، في كامل اليوم هل تعرض أي فصيل من فصائل الجيش الحر إلى الغارات أو القصف؟ هل استهدفت المواقع؟ نعم، هناك استهداف لبعض مواقع الجيش الحر كصقور الجبل، تم استهداف لبعض مقرات صقور الجبل، وقد خرج قائد صقور الجبل ببيان أن تم استهداف لبعض مقراتهم بريف إدلب، أي أن الطيران الروسي يقوم باستهداف أولا بمقرات الجيش الحر، كما أسوة بالمقرات التي تم استهدافها بريفي حماة وحمص، أي أن الطيران الحربي الروسي يقوم بعدة غارات. مدينة جسر الشغور تعرضت اليوم للقصف، أيضا المناطق المحيطة كقرية الطيبات التي تقع إلى الغرب من مدينة جسر الشغور أيضا تعرضت لغارة من الطيران الروسي، أي أن طيران الاستطلاع والطيران الحربي الروسي لا يفارق الأجواء طوال اليوم لم يغادره أبدا. حتى المناطق الجنوبية وجبل الزاوية وصولا إلى سهل الغاب وريف حماة. عمليات القصف هل شارك فيها طيران النظام؟ لا هاجر، بالنسبة لطيران النظام منذ أكثر من يومين لم يدخل الأجواء في ريف إدلب نهائيا. كل الطيران الذي كان يدخل إلى أجواء ريف إدلب هو طيران روسي بالفعل، حيث طيران روسي له ميزة غير الطيران النظام، أن طائرتان في الأجواء دائما تترافقان في القصف والاستطلاع. شهدت تلك الطائرات وتم الاستماع على بعض مكالمات الطيارين عبر المراصد ومحطات التنصت أن الطيارين روس، حتى أشكال الطائرات تختلف عن طائرات قوات النظام، وطائرات النظام لم تشارك في القصف اليوم. كل الطائرات التي قصفت اليوم هو طيران روسي بالكامل. شكرا هاشم العبد الله مراسل أورينت نيوز، كنت معي عبر الهاتف من جسر الشغور. أتحول إليك أستاذ رائد جبر، طبعا قد لا يكون مفاجئ التدخل الروسي للمتابعين، ولكن ما هو مفاجئ التوقيت قبل اجتماع محاربة الإرهاب، الكثافة ونوعية المواقع التي استهدفت والتي نضيف إليها اليوم المساجد.
نعم، مساء الخير لك ولضيفيك. يعني أعتقد أن المفاجأة أنه هذه بالتحديد لم تكن مفاجأة، لأن الحشود التي يعني قامت روسيا بتجميعها خلال الفترة الماضية دلت إلى أن موسكو مقبلة على عمل جدي وجدي جدا، يعني من بناء القاعدة، تجهيز قاعدة عسكرية كاملة، إلى إعادة تأهيل الساحل الشريطي، الشريط الساحلي في طرطوس وما إلى ذلك. يعني هناك كان جهود كبيرة خلال الأسابيع الماضية، وصلت إلى درجة الإعلان رسميا منح شرعية لهذا الوجود من خلال توجيه النظام رسالته ومنح التفويض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في البرلمان الروسي. إنما الأهداف بطبيعة الحال هذه، يعني كانت موسكو أمام هذا السؤال، أمام هذه المعضلة، أنه كيف ستحددون أهدافكم. كل الحديث هنا، الترويج الإعلامي الكبير جدا، يشير إلى أن موسكو تستهدف فقط تنظيم داعش، ولكن في الواقع حتى الآن لم نشهد أي غارة على واحد من مواقع داعش. كل الغارات استهدفت فيها يعني أطراف أخرى، وعلى رأس الجيش السوري الحر الذي يواجه داعش ويواجه النظام في آن معا. هذه الفكرة، هذه النقطة بدأت تتكشف اليوم بالتحديد عندما كرر أكثر من مسؤول روسي، يعني في الكرملين وفي وزارة الدفاع، أن الهدف هو داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى. هذه النقطة الأولى. يعني موسكو تعتبر كل من يحمل السلاح في سوريا، هي نفس رواية النظام بالمناسبة، كل من يحمل السلاح في سوريا هو تنظيم إرهابي. النقطة الثانية، أن المعطيات كما قال ديمتري بيسكوف، يعني ممثل الكرملين الناطق باسم الكرملين، أن تحديد الأهداف يتم بالتعاون مع الجيش السوري، وهناك قائمة بالمنظمات الإرهابية التي يستهدفها الطيران الروسي. إذن موسكو تنطلق من أن كمية، يعني قاعدة البيانات التي المتوفرة لديها هي أصلا معطاة من الجيش السوري، وهنا يعني إن عرف السبب بطل العجب. لذلك يعني لا يمكن أن نقول أي شيء، لأن موسكو من الواضح أنها تسير بخطة كاملة لإنقاذ النظام بعد أن كان يعني بلغ أسوأ حالاته خلال الفترة الماضية. ولكن الملفت للنظر في آخر تصريح للافروف، قال بأن الجيش الحر ليس هدف لقصف الطيران الروسي. يعني لافروف هو دبلوماسي محنك، وهو يعني بارع في استخدام العبارات السياسية. الجيش الحر لا ليس مدرجا على لائحة الإرهاب الروسية، وهو يقول هذا بشكل واضح، لأنه أصلا موسكو كانت يعني تريد في فترة سابقة أن تدعو بعض الأطراف العسكرية الميدانية، وطبعا ربما بعض يعني الشخصيات من الجيش السوري الحر، إلى منتدى موسكو الحواري. يعني كانت تريد أن توسع منتدى موسكو الحواري بضم بعض الشخصيات العسكرية، لكن النظام في ذلك الوقت رفض هذا. في موسكو 2 النظام رفض رفضا قطعيا، واستجابت موسكو لرغبة النظام في ذلك الوقت ولم توجه هذه الدعوات. هذا ما اعتمد عليه موسكو بالقول أنه اعتمد عليه لافروف بالقول أنه الجيش الحر لا يدخل ضمن لائحة الإرهاب، وكنا يعني سنفتح قنوات اتصال معه. إنما في الحقيقة من يقرر الآن هو القيادة العسكرية، والقيادة العسكرية تأخذ قاعدة بياناتها والأهداف التي يعني تضربها من الجيش السوري، وتقوم بالتعامل والتنسيق معه في هذا الإطار. لذلك هذه المسألة واضحة تماما. نعم، أستاذ وائل الخالدي، طبعا ماذا تريد موسكو من هذا القصف الآن؟ كيف رسمت خطوطه العريضة؟ هل يمكن أن يعتبر ما تقوم به أكثر من خدمة لمصالحها الشخصية، بل أيضا هي حماية فعلية أصبحت علانية لنظام الأسد؟ مساء الخير لك سيدتي ولضيوفك الكرام. القضية لدى موسكو ليست في التوقيت فقط، وليست في التحرير، وليست في قتال الإرهاب. القضية لدى موسكو هي قضية تفاوضات وتحصيل مكاسب سياسية. كلما تعنت الأمريكان زادوا القصف أكثر، يعني الهروب إلى أمام هي سياسة النظام السابقة، في أنه كلما تم الضغط عليه أكثر يقوم بالقصف أكثر والقتل أكثر. رأينا بعد مجزرة البويضة في حمص، قام مجزرة الكيماوي في دمشق وفي غوطة، وبعدها مجازر أخرى في حلب وغيره، واستمر في البراميل ويستمر في البراميل. كل ذلك ليستمر في لفت نظر العالم أنني أنا هنا موجود وأضغط وأفعل ما أريد. تماما يفعل اليوم بوتين ما يفعله الأسد سابقا. القضية لدى موسكو ليست حرب على الإرهاب، وهذا معروف كما قال الأستاذ. التصنيف الإرهاب أساسا هناك إشكالية لدى موسكو فيه. موسكو اليوم لا تلعب لعبة المواجهة العسكرية المباشرة، تتترس بجيش الأسد الذي نحن نعلم الساحل كان عصيا في المرحلة القادمة على الماضي عفوا على المعارضة المسلحة
عامة وعلى الجيش الحر بسبب يعني عدة معارك كثيرة حصلت في هذا المكان. يتترس الجيش الروسي خلف هذه الجيش السوري والميليشيات الشيعية ويقصف بسلاح الطيران، وهو قصف جبان ومعروف وطريقة معروفة، لكنه لابد أن يغرق في هذا المستنقع، وهذا ما يسعى إليه الدول الآن، أن يترك موسكو تغرق في هذا المستنقع. هناك مشكلة حقيقية الآن، لم يكن يفصل جيش المهاجرين الذي غالبه من غالبهم القوقاز، فيه أكثر من 2000 مقاتل قوقازي كانوا ينتمون إلى البغداد إلى داعش. قبل 4 أيام فقط بايعوا النصرة على أن لا تفصل بينهم وبين الجيش الروسي، وهم الآن تقريبا سيكونون الواجهة الأولى في سهل الغاب. وفي نعتقد نحن أمام معركة حقيقية ستكرس أمر واقع على الأرض. نحن أمام معركة مفتوحة، إذا استمر الروس في هذا الاتجاه من التصعيد أعتقد أننا سنرى بعد ذلك سفارات تضرب، طائرات تخطف. الموضوع فعلا يتم الإعداد له الآن على الأراضي السورية، فعلا هناك تحول سوري حقيقي. أريد أن أضيء على شيء مهم جدا، عندما دخل حزب الله في المعركة في سوريا أعطى بعد جديد للمعركة السورية للأرض، في المعركة على الأرض السورية. الآن الدخول الروسي لن يمنع انتشار المعركة خارج الأراضي السورية، كان قبل ذلك الاتفاق الدولي الدائم ضبط النار في سوريا، لا يمكن ضبط النار في سوريا بعد هذا التدخل الروسي. هذا التدخل الروسي سيكسر كل القواعد المتفق عليها وكل قواعد الاشتباك. نعم. أعود إليك سيد رائد جبر، هل بالفعل هناك مخطط لكي تقع روسيا في مستنقع كما وصفه الأستاذ الخالدي؟ هل هناك بالفعل من يدفع روسيا للتورط في سوريا؟ لا، يعني إن كان هناك من يدفع روسيا للتورط فهو العقلية السياسية الاستراتيجية التي تدير الأمور. يعني روسيا تريد أن تنطلق أكثر، أن تحصل، أن تضمن مكاسب أكثر على المستوى العالمي، وسوريا واحدة يعني من النقاط الساخنة التي تريد موسكو أن تمسك بمفاتيح القرار فيها من أجل تحسين وضعها التفاوضي في كل الملفات الأخرى، هذا أمر واضح. لكن أريد أن أشير إلى أن يعني موسكو بطبيعة الحال هي لا تريد الآن أن تنزلق إلى مواجهة برية، لكن ما نشهده التحضيرات التي بدأنا نشهدها الآن، يعني طبيعة الأهداف، طبيعة التحضيرات، وخصوصا ما تم الإعلان عنه اليوم مثلا من زيادة إرسال القوات البحرية والوحدات الخاصة من المشاة البحرية والوحدات الخاصة، عناصر الوحدات الخاصة إلى طرطوس وإلى اللاذقية خلال اليومين المقبلين، يعني سيكون هناك مئات الجنود الإضافيين. موسكو تبرر ذلك بأنها تريد حماية منشآتها في المنشآت الروسية، هكذا وصفت هنا في طرطوس واللاذقية. لكن هذا يؤشر إلى نقطة أساسية، أن موسكو أولا ربما تنوي بديلا عن العمليات البرية أن تقوم بعمليات خاصة، بمعنى هجمات معينة في مناطق معينة يقوم بها وحدات مدربة على العمليات الخاصة. النقطة الثانية، الآن بدأ الحديث يظهر عن ربما إرسال قوات إيرانية بشكل مباشر وعلني للمرة الأولى بالمناسبة منذ بداية الثورة السورية. إيران تعلن، كانت تنفي إيران وجود قوات من الحرس الثوري، الآن يعلنون أنه هناك قوات إيرانية ربما تتجه إلى سوريا خلال الفترة المقبلة. حزب الله أيضا ربما يحضر لإرسال مقاتلين جدد، هذا يعني أن روسيا ستقوم بقطاع جوي كامل من أجل أن تنفذ إيران وحزب الله وما تبقى من جيش يعني النظام عمليات خاصة. هذه الأهداف التي قصفت اليوم هي التي تقف عقبة أمام المهمة التي يريدها النظام والتي تريدها إيران وحزب الله وليست داعش بطبيعة الحال. طبعا سيد خالد، يعني قطاع جوي كامل من أجل أهداف معينة. لنعود لكلام لافروف يوم الخميس وما أعلنه بأن روسيا تضرب أهداف في سوريا للتنظيم والنصرة كما يفعل التحالف، لكن التحالف لم يفلح. يعني ما هي الإضافة المتوقعة من موسكو بعد أن عجز التحالف في وقف تمدد تنظيم الدولة أو القضاء عليه؟ الكل يعلم في سوريا وخارج سوريا أن النية لم تكن فعلية وحقيقية في إيقاف داعش لدى أي دولة أجنبية أو عربية أو أي طرف آخر، هذا معروف وأصبح مطبق وأصبح معروف حتى للصغار في سوريا. أما موضوع أن يكون بوتين سيقوم بما عجزت عنه إيران وحزب الله، فهي الرواية نفسها. لو أن إيران وحزب الله يستطيعان التقدم بجنودهم الذين يعني بلغوا 100 ألف 150 ألف أظن جندي إيراني وشيعي ومن حزب الله، وانهزم
هاموا وانهزموا من إدلب وانهزموا في جسر الشغور وانهزموا أخيرا في دمشق أيضا وخسروا استيراد حمص، كل هذا بوجود هذه القوات الأرضية وبكامل السلاح الروسي، سلاح الطيران السوري الروسي، الخبراء روس الذين يدرون المعركة في جوبر روس، الذين يدرون المعركة في دريا روس، وهذا معروف ومتداول وهناك تسجيلات. القضية لا أعتقد أن الدخول، أن أتكلم عسكريا، أن لست خائف عسكريا على الوضع في سوريا، الوضع العسكري هذا لن يزيد، هو شو أوف يعني، لنرى كيف ابتدأ بوتين معركته، ابتدأها ببعض صور السيلفي لبعض الجنود داخل القواعد ليوحي لنا أنه متقدم وقادم، يعني هو يحاول يظهر نفسه ذلك يوليوس قيصر الجديد، يعني هناك شو أوف حتى الآن، لا أرى أن هناك معركة حقيقية قادمة، ولكن لست أخشى من التقدم الروسي أو من نية الروس، أنا الروس يظنون أنفسهم أذكياء في هذه المرحلة ويتصرفون يعني ويتعاملون بعملية المبضع الجراحي وهكذا. المشكلة أن هذا لن يخرج بلا ردة فعل، لا يمكن أن تدخل دولة كاملة بسلاحها دون ردة فعل، ردة الفعل هذه ستكرس أمور جديدة وقوانين جديدة. لا خشية من تدخل حزب الله، حزب الله يعني أكثر من نصف قوته منتهية وهو يعاني في الجنوب وفي لبنان، يعني وضعه ليس بالمستوى الذي يسمح له أن يتقدم ويتأخر، فهذا كله بروباغندا إعلامية لا طائل له، بالعكس تماما ما سيحدث الآن أنه يعني وحدوا المعارضة السورية. طيب في سياق هذا ما هي ردة الفعل المتوقعة؟ الذي أراه حاليا هناك تطورات حديثة يعني قوية جدا على الأرض، هناك توحدات، هناك اتفاق على الفكرة، كنا نتصارع نرى صراعا بين داعش والنصرة، الآن نرى قسم مهم من داعش يتحول لبيعة النصرة يقاتل الروس، أظن أن سنرى بعد ذلك ربما بدأت الثورة يعني نقل سورية وتحولت إسلامية، نرى الآن أن صراع مع الروس سيبدأ إسلاميا وتحول سوريا، سترين يعني قتال استماتة كما حصل مع الشعب الفلسطيني في قتاله لإسرائيل، سنرى شعب سوري يقاتل بكامله الروس. المشكلة أننا كنا نحاول أن نتجنب هذا دبلوماسيا وسياسيا بكل المواقف وبكل الظروف، ولا نريد تثبيت الأمر الواقع، يعني هناك سيحدث بعد ذلك تثبيت سلطات أمر واقع وفصل بين هذه السلطات الموجودة كسلطات أمر واقع، ثم انتظار قادة محليين كما طرح أوباما رؤيته على 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 بوتين التي تحتاج 30 سنة للتطبيق، ورفضها بوتين وأصر على قتال داعش في البداية التي تحتاج أيضا 50 سنة للتطبيق، أي أننا نرى يعني هناك تقسيم الغير مقسم، الاتفاق الوحيد هو على قتل الشعب السوري، من يأخذ ضحايا أكثر، هناك من يقتل في الرقة، هناك من يقتل في دمشق، هناك من يقتل في حلب، وهكذا نقسم الضحايا فقط لا أكثر. لا يوجد الآن رؤية حقيقية أو مشروع سياسي حقيقي لا لدى بوتين عفوا ولا لدى الأمريكان، الموجود الآن فقط هو شد حبل وعض أصابع، الأمريكان دخلوا في كوما الانتخابات، بوتين يعلم ذلك جيدا، يعلم أن الذين لم يستطيعوا أن يأخذوا قرار في 4 سنوات سابقة لن يأخذوها الآن في آخر سنة انتخابية، هو يعلم ويعي ذلك جيدا، هو يقود هذه المرحلة بطريقة ذكية وهي لعبة شطرنج. أريد أن أضيف إلى شغلة مهمة يجب أن يعرفها الشعب السوري، الأمريكان لم يدخلوا إلى أفغانستان عندما كان الروس فيها، قاتلوا عبر بروكسي عبر حليف آخر وهم المجاهدين الأفغان، الروس لم يدخلوا إلى 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 فيتنام عندما كان الأمريكان فيها، هي لعبة شطرنج تماما، الآن الروس موجودون، الأمريكان لن يدخل، لم ولن يدخل. لا يمكن في هذه النقطة تحديدا سيد خالدي أعود بها إلى الأستاذ رائد جبر، يعني أثارت معي نقطة التنسيق يعني بين موسكو وواشنطن، التنسيق كان كما روج قبل بدء القصف، ولكن فعليا اليوم تبدأ الاجتماعات حول التنسيق، يعني ما الذي سيخرج عنها، ما فائدتها الآن؟ يعني أنا مقتنع تماما أن التنسيق يهدف فقط إلى منع التصادم عن طريق الخطأ بين مهمات الطرفين، التحالف الدولي التي تقود الولايات المتحدة والقوات الروسية من الطرف الآخر. هذا التنسيق ستنضم إليه بشكل أو بآخر، وأعتقد قريبا فرنسا مثلا التي بدأت تنفذ طلعات أيضا في الأجواء السورية، لذلك يعني هذا أمر طبيعي. أما أن يكون التنسيق حول مكافحة الإرهاب فلا أعتقد، لأنه الروس أصلا يعني حتى الآن كما ظهر من الأهداف التي ضربت هم ليسوا جادين بمسألة يعني توجيه ضرباتهم ضد داعش، لذلك لا أعتقد، وحتى الطرف الأمريكي يعني لم تكن ضرباته خلال سنة كاملة مؤثرة أصلا في هذا التنظيم، لذلك لا أعتقد أن هناك، أتفق تماما مع زميلي الكريم بأنه يعني هناك اتفاق على الدم السوري ربما يكون، لكن الاتفاق حقيقة على أنه يعني إدارة الأزمة، الخروج من مسألة التفرج أو
أو التعاون من أجل حل تسوية الأزمة بدلا من إدارة الأزمة، أعتقد أن هذا أمر مستبعد حتى الآن. الآن الروس سيقومون بالدور الرئيسي، الأمريكيين ربما يتراجع دورهم قليلا، لكن لا أعتقد أن التحالف بالمناسبة بقيادة الولايات المتحدة سوف يتراجع تماما، يعني بمعنى أن هناك ضربات سوف تستمر، لأنه هذا عملية الشد والجذب المتبادلة بين موسكو وواشنطن سوف تستمر بطبيعة الحال. أعتقد خلال الفترة المقبلة سنسمع كثير من الانتقادات الأمريكية للأداء الروسي، يعني في الضربات الروسية وما إلى ذلك، بدأنا نسمع هذا الكلام. غدا يعني في الأيام المقبلة ربما نسمع تفاصيل أكثر، بمعنى أن موسكو تقدم، أن واشنطن ستقدم صور ومعطيات عن أن موسكو بالفعل لا تستهدف داعش إنما تستهدف أطراف أخرى. هذا السجالات هذه ستبدأ بين روسيا والغرب مجددا، وبين روسيا وربما أطراف إقليمية عربية أخرى. لكن موسكو، يعني أنا هنا لا أشاطر تماما زميلي هذا التفاؤل أو هذا الاطمئنان، يعني أعتقد أن الوضع سيكون سيئا جدا، لأن حجم الضحايا سيكون كبيرا جدا. وموسكو رتبت لخطواتها ليس فقط باستخدام قوة عسكرية عمياء، عمياء بمعنى أنها يعني ليست إنسانية، لن تتوجه لن تكون حريصة على استهداف حتى منشآت عسكرية تابعة للمعارضة السورية أو للثورة السورية وليس لداعش، إنما هي ربما تضرب مناطق مدنية ولا تقدم اعتذارا ولا تبالي بهذا الموضوع أصلا. النقطة الثانية التي تثير القلق إلى حد بعيد أن موسكو نسقت خطواتها مع الأطراف الإقليمية الأساسية الفاعلة، يعني إيران حليف أساسي، هذا بطبيعة الحال هي تحاول أن تقوم بتنسيق مع الجانب التركي من طرف، ونسقت خطواتها بفعل بشكل كامل مع إسرائيل من الطرف الآخر. هذا يوحي بأن مهمة موسكو طويلة المدى وأن وجودها طويل المدى. نقطة التنسيق طبعا أعود إليك أستاذ وائل الخالدي، يعني نعود إلى مسألة الشرعنة، بدأت مع وليد المعلم سنطلب من روسيا التدخل، ثم جاءت على بعض من يحسبون على المعارضة طالبوا بالتدخل، أيضا جاءت بعد موافقة مجلس الدوما لروسيا بالقصف والتدخل. يعني هل كل هذا من رسم سياسة موسكو حتى تدخل عسكريا إلى سوريا، أم أن الأمر بالفعل كان مرتب له وليس في موسكو فقط بل أيضا عبر العديد من الأطراف، أهمها الولايات المتحدة وأيضا كما ذكر الأستاذ ذراء الجبر إيران وإسرائيل، وخاصة مسألة دخول قوة برية مستقبلا إلى سوريا؟ يا سيدتي، التردد الأمريكي سابقا، علينا أن نعي جيدا أننا نعود خطوة فقط إلى الوراء، خطوتين إلى الوراء، لنرى المشهد من خارج الداخل السوري قليلا. إسرائيل الآن اشترطت عدم تسليم الصواريخ الإس 300 للسوريين لتضمن سماءها حرة وتضمن طيرانها حر في سماء الشرق الأوسط عامة ولبنان وسوريا خاصة. أصر الروس على عدم تسليم الستينجر والسلاح المضاد للطيران للمعارضة المسلحة مقابل هذا الاتفاق. هذا الاتفاق كان يحكم كل العلاقة السورية الأمريكية والثوار والمعارضة مع كامل الطيف الأصدقاء الشعب السوري كما يقال. لم يعي المشكلة فينا نحن كسوريين، نحن يعني لسنا يعني حديثي عهد بالسياسة، حديثي عهد بهذا الخبث الدولي، يعني لا يوجد مؤسسات في سوريا ولا يوجد، يعني تعرفين أنت كيف ضغطنا 40 عاما، بعد هذا كله لا يمكن أن نكون أن نعي أو نتعامل بالطريقة اللازمة. بعد ذلك تحول المعارضون لدينا للأسف إلى معارضين يعني أنانيين، فنسيوا الحالة العامة. الحالة العامة أساسية ابتدأت من هنا، هناك مصلحة كبرى تم اتفاق فيها بين إسرائيل وروسيا وأمريكا، الأمريكان لن يأخذوا قرار، الإسرائيليين أخذوا هذا القرار، افعلوا ما شئتم لا تسلموا الستينجر. بدأت المعركة هنا، الروس تجهزوا لهذا منذ فترة طويلة، هم يعون ذلك تماما ويحضرون لذلك تماما، ولم تكن مؤتمرات موسكو واحد ولا موسكو اثنين إلا تدريبا وتمهيدا لهذه الأمور، يريدون سحب البساط، يريدون أن يدخلوا دخولا ناعما كما فعلوا، لا يريدون أن يدخلوا دخولهم يعني أن كي يتعرض لهم الناس في البحر، لا يريدون أن يدخلوا ثم بعد ذلك يكشروا عن أسنانهم. لذلك احتاجوا امثال هؤلاء الاراكوزات السياسيه ليذهبوا اليهم وليشرقوا الشمس من موسكو ويفعلوا ما فعلوا. على كل الاحوال لا ارى تغير حقيقي، كما او انا ما زلت اخالف صديقي في قضيه ان التدخل الروسي الان هو مختلف. طبعا الاله الروسيه هي اله تدربت على القتل والدمار، اساسا المدرسه السوريه هي تلميذه المدرسه الروسيه في القتل والتدمير والدمار الشامل وتدمير البنيه التحتيه وقتل المدنيين بلا حساب ولا عد. انا اعي تماما اننا الان قبل الان بوتين يطالب مجلس الامن بالسماح له بقياده معركة
المعركة ضد الإرهاب وهو يقتل أنف الشعب السوري. ماذا لو سمح له مجلس الأمن أن يقتل هذا الإرهاب؟ ماذا سيبقى من الشعب السوري حينها؟ نحن نعي تماما أنه لا يوجد حقيقة قتال ضد الإرهاب. ثم تصنيف الإرهاب الذي عجزت عنه أمريكا وإسرائيل والأمم المتحدة وخمسون سنة من الصراع لم نستطع أن نصنف معنى الإرهاب حتى الآن. أليس حزب الله إرهابيا؟ في بعض القنوات التي وصلت إلينا من روس قلنا لهم صراحة إذا كنتم تحاربون الإرهاب فابدأوا في حزب الله، أطلبوا من حزب الله الآن أن يخرج من سوريا ونتكلم كشعب سوري معكم. قبل ذلك فلا تكلمونا، أنتم تدعون أشياء وتنفذون أشياء أخرى. طبعا الروس يعني معروفين الدهاء والمكر وملوك البراغماتية في العالم، لكن هل نحن الآن كشعب سوري سنستسلم لهذه البراغماتية؟ سنستسلم، سنبقى تحت هذه السلطة الأمريكية التائهة؟ لا أقول تائهة، هي متعمدة، هو كما قلت هو أمر مدبر سابقا، ولا نحن فقط ندفع وكل ذلك على حساب هذا الشعب السوري. واضح، لم يتبقى لدي الكثير من الوقت، عذرا على المقاطعة. فقط أستاذ رائد جبر باختصار لو سمحت، يعني باستثناء ما وصفته الكنيسة الأرثوذكسية، ما كيف وصفت التدخل أيضا مجلس الدوما داخليا في موسكو، كيف يتم التسويق للقصف أولا ولعمليات التنسيق مع واشنطن في عمل عسكري واحد، يعني كيف ينظر إلى القصة؟ يعني داخليا الحرب الحديث يدور عن أن موسكو ذهبت لتحارب الإرهاب بطبيعة الحال، الترويج كبير جدا في وسائل الإعلام الروسية، موقف الكنيسة وصف هذا التدخل بأنه حرب مقدسة، طبعا هو الاستخدام الداخلي وللإيحاء للمواطن الروسي بأن الكنيسة، يعني إيصال رسالة بأن الكنيسة تدعم سياسات بوتين في سوريا، وضم وحشد أكبر تأييد ممكن من الشارع الروسي. يعني حالة الإعلام الروسي حالة يعني غير مسبوقة في التعبئة والتوجيه بشكل مباشر، يعني لا يمكن الحديث هنا عن حتى أخطاء، أن ربما روسيا ارتكبت خطأ بالأهداف الأولى التي قصفتها، إنما هناك إصرار على أن كل الأهداف التي تقصف في سوريا هي أهداف إرهابية. ويعني كمثال سريع في الختام أريد أن أقول أنه اليوم مثلا في مؤسسة حكومية رسمية تنطق باسم الحكومة تقول مقدمة برامج مشهور جدا أنه أينما قصفنا، لا تسألونا عن الأهداف، أينما قصفنا سوف نقتل إرهابيين. يعني مهم، يعني هذا هو الجوهر الفهم الروسي في الشارع أو الذي يقدم إلى الشارع الآن، أينما قصفنا سنقتل إرهابيين. هذه هي المشكلة الأساسية. رائد جبر كاتب صحفي، شكرا جزيلا لك، كنت معي مباشرة من موسكو، وشكرا لوائل الخالدي مستشار الحراك الثوري، كنت معي مباشرة من باريس. نذهب إلى